كرة القدم يا صديقي مبنية عن المنافسة. انت بتشجع مين وانا بشجع مين، وطبيعي اكره فريقك وانت تكره فريقي، وبيتنقل الموضوع لاي لاعب عندك وعندي. لكن الغريب في الموضوع لما تلاقي فيه لاعب لعب لأندية كتير مثلا ومحدش بيكرهه ولا بيقول عليه حاجة وحشة، بالعكس ده المنافس بتاعه بيحبه وكان نفسه يلعب في فريقه. الظواهر دي مش كتير في الكورة. انا بقى النهاردة جايب لك 5 لعيبة زيرو كراهية. رقم 5، بوفون، اسطورة ايطاليا والزعيم الحراس، واحد من اهم النجوم في الالفية الجديدة. رغم وجود بوفون في يوفنتوس في فترة تسيد فيها النادي ايطاليا وزادت العداوة بينه وبين الاندية التانية، وده بعد فضيحة الكاليتشيو بولي مثلا، الا ان بوفون كان خارج القصة دي تماما. يحصل مهما يحصل، بوفون ليه مكانة خاصة في قلوب الجماهير في ايطاليا، ومش بس كده، ده في كل مكان في العالم. يمكن السبب انه كان هادي وتصريحاته دايما محترمة وعمره ما كان مغرور او لسانه طويل، وضيف على كده مستواه المؤثر في مسيرة ايطاليا وفي شكل حراس العالم حوالين العالم. بوفون حارس زيرو كراهية. رقم 4، بيرلو. ما انا مش هطلع لك من ايطاليا غير لما نعدي على المايسترو اللي لعب مع الانتر وميلان واليوفي، يعني لف على الكبار كلهم ومحدش قدر يكرهه. واسلوب بيرلو داخل وخارج الملعب خلاه محبوب. راجل رايق ملوش دعوة بالمشاكل ولا عمره اتخانق مع حد، وملوش فضايح مثلا ولا اي حاجة، تحسه كده الموظف المثالي في الكورة. علشان كده لعب مهما لعب عمره ما حد فكر يكرهه، وما تلاقيش حد تقوله قدامه اسمه ويقولك ما بحبوش او حتى ما بحترموش. رقم 3، كاكا. دايما هادي ودايما مبتسم، وطوال مسيرته داخل الملاعب لأكتر من 20 سنة عمره ما عمل مشكلة. ريكاردو كاكا حالة خاصة في الكورة، ومن أكتر الأسماء المحبوبة في تاريخ اللعبة. يعني وقت ما كان في ميلان الفرق المنافسة كانت بتحبه عادي ولا كأن في عداوة، وكانوا بيستمتعوا بلعبه. وفي أسبانيا جماهير برشلونة كانت بتحترم كاكا بشكل كبير، وما كانش فيه بينهم وبينه مشاكل، لأن كاكا عمره ما قال حاجة في حق نادي ولا في حق لاعب، دايما محافظ على احترام الناس. رقم 2، إنيستا. مين يكره أندريس؟ رغم أنه لعب في فترة كان الاحتقان في أعلى مستوياته بين الريال وبرشلونة، لكن عمره ما دخل في القصة دي، وكان دايما متزن في كلامه وبيحترم ريال مدريد. وقت ما كان في صراع كبير في برشلونة وإسبانيول أهدى هدفه في نهائي كاس العالم للاعب إسبانيول المتوفي، ومن بعدها وجماهير إسبانيول لازم تقف تسقف له في كل مباراة بين الفريقين. هدوء إنيستا وعقلانيته وتأثيره كمان على نتائج أسبانيا بشكل مباشر خلى كل الجماهير في الدوري الأسباني تحترمه وتقدره كلاعب وإنسان، وحوالين العالم شعبية إنيستا كانت كبيرة جدا. فلو سألت صاحبك المدريدي عن إنيستا هتلاقيه بيشيد بيه زي صاحبك البرشلوني بالظبط، وهو ده جمال إنيستا. رقم 1، رونالدينيو. بص، فضايح هتلاقي، سجن وتسجن، خمرة وشرب، نسوان وصاحب، كان نايس ياكل مال يتيم ويقفل دايرة الحرام. لكن رغم كل ده فهو من اكتر اللعيبة المحبوبة في التاريخ. سيبك من انك تكون مش مكروه، لا ده عادي، لكن ان يكون الكل بيحبك دي بقى اللي مش مفهومة. الغريب في الموضوع يا صديقي ان كل الاندية المنافسة ليه كانت بتعشقه وبتحب تتفرج عليه علشان تستمتع بيه وبطريقة لعبه. ضحكته اللي ما بتفرقش وشه كان ليها سحرها في قلوب الجماهير، ومهاراته اللي كانت طفرة وقتها في طريقة اللعب خليته في حتة تانية عند اي حد بيحب الكورة. بذمتك مش ساعات تخش تتفرج على مهاراته وانت قاعد فاضي؟ ما هو بصراحة ما فيش لاعب جيب المتعة دي، وهو ده سر قوة رونالدينيو، انه مهما عمل ما تقدرش تكرهه ابدا. دي قائمة لعيبة زيرو كراهية، قولنا مين الاسم اللي ما دخلش القائمة دي، ومين اكتر لاعب تحبه في دول، ونتقابل في قائم تانية. سلام.